اتساقا مع الأهداف النبيلة والمبادرات التي تتضمنها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، أطلقت وزارة الخارجية الحملة التوعوية أمناكم الله، وتتضمن توعية المواطنين بإرشادات السفر في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة المواطنين خلال تواجدهم في الخارج، بما يضمن قضاء فترة سفر آمنة وممتعة. حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة المستشار مريم عادل المناعي، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتصال بوزارة الخارجية. أهلا بك في نشرة الأخبار. حدثينا بداية عن ما هي حملة أمناكم الله التي تطلقها وزارة الخارجية سنويا، وما هي أهدافها؟ حملة أمناكم الله هي حملة توعوية سنوية جاءت انطلاقا من حرص وزارة الخارجية وسعيها الدائم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين البحرينيين خلال تواجدهم خارج مملكة البحرين. وتأتي هذه الحملة تزامنا مع موسم السفر، تبدأ من شهر يوليو وتستمر حتى شهر سبتمبر. كما تهدف حملة أمناكم الله إلى توعية المواطنين بإرشادات السفر وإجراءات الأمن والسلامة أثناء تواجدهم بالخارج، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها بعثات مملكة البحرين عبر تطبيق وجهتي الخاص بوزارة الخارجية. كما تأتي هذه الحملة التوعوية في إطار ما تسعى إليه الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا. واللي يميز حملة هذه السنة هي حرص الوزارة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين من خلال نشر الحملة عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منشورات تم توزيعها عبر منافذ مملكة البحرين الجوية والبرية، وتم نشر فيديو توعوي في صالات المغادرة في مطار البحرين الدولي. نعم سيدة مريم، تطرقتم في حديثكم إلى تطبيق وجهتي، هل من الممكن توضيح ما هو هذا التطبيق؟ تطبيق وجهتي هو تطبيق أطلقته وزارة الخارجية بهدف الحفاظ على أمن المواطنين المتواجدين في الخارج وسهولة الوصول إليهم في حالة وجود أي طوارئ أو كوارث لا قدر الله، ويقدم أيضا معلومات مهمة للراغبين بالسفر مثل التأشيرات المطلوبة للدول المراد زيارتها، بالإضافة إلى معرفة أقرب بعثة دبلوماسية لهم في الخارج. وهذا التطبيق مجاني ومتاح للجميع، ويمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية أو بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh. نعم، هل من كلمة أخيرة؟ ختاما، تعرب وزارة الخارجية عن خالص شكرها وتقديرها لكافة الجهات المعنية ذات الصلة على تعاونها الإيجابي والفعال مع الوزارة لخدمة مصالح المواطنين في الخارج، ونخص بالذكر وزارة الإعلام ووزارة الداخلية وشركة مطار البحرين. كما ندعو جميع المواطنين إلى تحميل تطبيق وجهتي ومتابعة حسابات وزارة الخارجية عبر منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على النصائح والتعليمات الخاصة بتواجدهم خارج المملكة. نعم سعادة المستشار مريم عادل المناعي، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتصال بوزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك.